إذن شكرا للموقع تي في اللي عطانا فرصة حق الرد من هذا المكان اللي تم فيه واحد 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 الأود واحد المباشر حول أساتذة، يعني من طرف واحد الأم بوجه غير ظاهر، ولكن نحن هنا نتحدث بوجه مكشوف. إذن في البداية أحيي جميع المقصيات والمقصيين عبر ربوع الوطن على صمودهم وعلى تنزيلهم بالشكل السليم لكل خطوات البرنامج النضالي الذي اصدرته التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيات والمقصيين من خارج السلم. اللي بغينا نقوله هنايا من أمام مدرسة النسيم أن ثقافة الاحتجاج حنا ماشي ضدها، وحنا أصلا نمارس ثقافة الاحتجاج، ولكن المغالطات نشر المغالطات شي حاجة ماشي مزيانة. الأساتذة ديال مدرسة النسيم نحن نعرفهم أنهم أساتذة أكفاء، وأنهم يعني كيشتغلوا، كنعرفوهم، كاينين شي وحدين اللي بالإضافة العلاقة الزملاء اللي بيناتنا علاقة الصداقة، وكان جلسوا مجموعين في القهوة وكان ناقشوا غير هاد المشاكل ديال 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 التعليم وكيفاش نرقيو المستوى ديال التلاميذ ديالنا. هذا هما النقاشات اللي كتدور بيناتنا. ولهذا أنا أريد أن أخبر عموم الآباء والأمهات بأن ما يقوم به هؤلاء الأساتذة والأستاذات في مدرسة النسيم هو ما يقوم به كل الأساتذة والأستاذات عبر ترابي الوطني في كل المدارس والإعداديات. احنا عندنا برنامج نضالي، هذا البرنامج النضالي يتكون من عدة يعني فيه بليزيوغ فولي، من بين الفولي ديالو كاين هذا التوقف عن الدراسة لمدة ساعة في الصباح ولمدة ساعة في المساء. هذا راه ما كيديروش غير هاد الأساتذة، كيديروه كلشي الأساتذة، يعني الأساتذة. نحن كذلك نقاطع الزيارات الصفية ديال السادة المفتشين مع كل تقديرنا واحترامنا للسادة المفتشين. نحن كذلك نقاطع كل الأعمال الموازية، بحال مثلا هذيك تاع الجمعية الرياضية، وقد قدمنا وقد جمدنا عضوياتنا في كل مجالس المؤسسة. جمعية دعم مدرسة النجاح جمدنا العضوية ديالنا فيها، مجلس التدبير جمدنا العضوية ديالنا فيه إلى حين إعطائنا حقوقنا. هل يعقل أنه دابا بعض الأساتذة كاين اللي كيسالوا الدولة 5 المليون، كاين اللي كيسالوها 6 المليون، هل يعقل باش أن الأستاذ غادي يخدم عاد بشكل عادي؟ الدولة إلا بغات الأستاذ يخدم بشكل عادي خصها تعطيه الحقوق ديالو. هذه أنا كنقول لك فلوس كتسال، يعني ماشي راه عاد كنطالبوا بها، هذا حق مكتسب وفلوس كنسالوها. وهاد النقطة اللي رحنا احنا دايرين عليها هاد البرنامج النضالي تعود إلى 2011، إلى اتفاق 26 أبريل 2011 حينما اتفقت الوزارة الحكومة كل الحكومة مع المركزية النقابية على إقرار هاد خارج السلم لينا احنا اللي كنسميو براسنا الفئة المقصية. إذن هذه دابا 13 عام، شكون هذا اللي يقدر يصبر هذا يعني 13 عام واخا واحد تكون غير مواعد وتقول له غادي نعطيك الفلوس، يعني ما كيسالها لك ما والو، راه ما يقدرش يصبر عليك 13 عام، وحنا راه 13 عام وحنا صابرين. والآن بلغ السيل الزوبة. إذن نعطي الكلمة للأخت لطيفة العسري، وأنا راني هضرت بصفتي منسق إقليمي وعضو مجلس الوطني. نعم. بالنسبة للأولياء التلاميذ واش ما كاينش جمعية أنهم تحرمهم بالله والدراء، كاينش قرايات الصباح وكاينش قرايات العشية مثلا؟ حنا عندنا بيان، وهذاك البيان كيتعلق بالسبورة النقابية وكيتوزع عبر وسائل الإعلام، يعني كل وسائل الإعلام. وهذا اللي رحنا كنديروه، هاني دابا كنقول بأنه حنا راه عندنا مثلا عندنا مسيرة حاشدة في الرباط نهار 10 ديسمبر. الآباء وآباء التلاميذ وأولياء التلاميذ من حقهم يحتجوا، ولكن يجب أن يعرفوا أين يحتجوا، يديروا الاحتجاج ديالهم. نحن لسنا أعداء، احنا على العكس، احنا وياهم شركاء في هذوك الأطفال. فعلا نحن نقدر الشعور ديالهم، ولكن احنا راه حنايا راه مضغوطين، وتحنا رحنا عندنا يعني مشاكل مع الوزارة ديالنا وخصها تفك هذيك المشاكل. تحية.
الو استاذ. السلام عليكم. غير تصدر الاشاره ان اول من يدافع عن التلميذ هم نساء ورجال التعليم. مصلحه التلميذ حنا اللي كندافعوا عليها بالدرجه الاولى. الاباء من حقهم انهم يحتجوا، هذا من حقهم وضروري انهم يحتجوا على الزمن المدرسي ديال وليداتهم. حنا كذلك عندنا مطالب والاحتجاج، كذلك من حقنا ان نحتج بجميع الاشكال التي نراها مناسبه. عندنا برنامج نضالي وضعته المجلس الوطني خلال التنسيقيه الوطنيه للمقصيات والمقصيين من خارج السلام. عندنا خضنا اضرابات، الان نخوض وقفات احتجاجيه من داخل المؤسسه، وبالتالي فان نحن من هذا المنبر نحمل المسؤوليه لهذه الوزاره، هذه نحملها مسؤوليه ديال المس بانتهاك حق التعلم ديال التلميذ، بحق كذلك بالمس بمبدأ تكافؤ الفرص، كذلك كنحملوها مسؤوليه المس بال او انها سبب في الهدر الزمن المدرسي، ونحملها مسؤوليه هذا التماطل وهذا لانها لا تاخذ بعين الاعتبار هذا التلميذ، هذا اللي هو مركز العمليه التعليميه التعلميه. احنا العلاقه اللي كتربطنا مع التلميذ راه علاقه اكثر من كونها غير علاقه اكساب معارف ولا اكساب قيام ولا، بل كتربطنا مع علاقه وجدانيه، علاقه حب، وكندافعوا على هذه المصلحه ديالو، وحنا كنعوضوا الاباء داخل المؤسسات التعليميه، وبالتالي لا نحن كذلك هذه الوزاره ارغمتنا على هذا النضال هذا وعلى هذا الاحتجاج. لو وجدنا وسيله اخرى لقمنا بها. هذه الوزاره هذه تماطل، هذه الوزاره تتجاهل الملف ديالنا، وبالتالي ف يعني هذا هو الحل الوحيد، هو اننا نخوض هذه المعارك هذه ضدها، ونطالبها بتحسين الوضعيه ديالنا الماديه والمعنويه، لان تحسين الوضعيه الماديه تحسين الوضعيه ديالنا الماديه والمعنويه هو رهين لاصلاح هذه المنظومه ديال التعليم كامله، رهين كذلك بتجويد التعلمات، رهين باداء الواجب ديالنا على احسن وجه. اذا اقول كذلك كختام، نعتذر لهؤلاء الاباء، نعتذر لهذا التلميذ هذا، ولكن ما بيدنا حيله. هذا هو الحل الوحيد، اننا ضروري جدا عندنا مطلب داخل عند هذه الوزاره خاصو يتحقق. وتحيه للمنبر الاعلامي شفتي فيه. غير واحد الاضافه، هذا رد على واحد الهضره كتقال باننا نحن ناخذ هؤلاء التلاميذ كدروع، يعني بحال اللي راه حنا كناضلوا بهم. هذه الهضره سمعناها، وعلاش ما نعتبروش بان الوزاره هي اللي كانت كتناور بهم، وكانت كتقول بان الاساتذه ما يقدروش يتخلاو على التلاميذ، وما يقدروش يعني يديروا بحال هذا الشيء اللي حنا كنديروه. ولكن حنا راه قلنا بانه هذه دابا 13 عام، وحنا كنقولوا هذا العام كل عام، كنقولوا هذا العام كل عام، كنقولوا هذا العام. هذا القانون ولا هذا النظام الاساسي اللي في الحقيقه خصو يستر هذا خارج السلم لصالحنا من 2014 هو كيتناقش. تخيل انت، يا وكاين شي قانون اللي كيتناقش كيبقى كيتناقش 70 عام، اقصد 7 سنين ولا 8 سنين، ما كاينش قانون. اذا في الختام نشكر قناه شوف تي في على هذا يعني الاستجابه لحق الرد ديالنا، ونتمناو انها تغطي وتواكب المعارك ديالنا، لان كنديروا حنايا معارك سواء على المستوى الاقليمي ولا على المستوى الوطني. وشكرا جزيلا.